is right now, right here, we are standing on the runway of an old Otowalt airport. It is planned, so it's planned for where the... Yeah, good morning, dear colleagues. It's a great pleasure to إنه لمن دواعي سروري أن أراكم في هذا الصباح. يرافقني في هذه الزيارة ما يفوق على 20 رئيسا من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي وشركائه، بما فيهم الشركاء من المملكة المتحدة وسويسرا وكندا والأرجنتين والمكسيك ودول أخرى. إننا هنا لنطلع بشكل مباشر على آخر خطة البناء الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية. New Israeli government. And this is a يعد هذا الموقع معلما بارزا، إذ أنه موقع مطار كالانديا السابق الذي كان مطارا دوليا تحت ثلاث إدارات مختلفة في الفترة الممتدة من عام 1920 ولغاية 2001 عندما جرى إغلاقه خلال الانتفاضة الثانية. ولا يزال الموقع سليما كما هو عليه إلى درجة كبيرة، إلا أنه من المفترض أن يصبح موقعا لبناء ما يصل إلى 9000 وحدة استيطانية. وبتاريخ 6 كانون الأول ديسمبر القادم سيتم عقد اجتماع مع السلطات البلدية لمناقشة هذه الفكرة، أي فكرة بناء 9000 وحدة استيطانية في الموقع. ولو قدر أن يتم ذلك في المستقبل المنظور فإنه سيهدد التجمعات الفلسطينية، إذ أننا نتحدث عن ما بين 70 و80 ألف نسمة تعيش خلف الجدار العازل. وسينشئ ذلك بالفعل جدارا عازلا جديدا على الطريق الذي يصل إلى هنا، أي في موقع مطار كالانديا، يمتد إلى شمال القدس وجنوبها، ما من شأنه عزل منطقة رام الله عن القدس. وترون الآن العمل جاريا لإنشاء نفق بهدف إقامة طريق مباشر بين المستوطنات الإسرائيلية والقدس، وترون بعض أنابيب الصرف الصحي التي يجري تركيبها، وترون أيضا أن العمل جار ليس على إنشاء الوحدات الاستيطانية فحسب، بل وأيضا على التأسيس للنفق. وفي وقت سابق من صباح هذا اليوم توجهت برفقة زملائي إلى منطقة إيوان. وفي الواقع فإن هذه المنطقة هي ذاتها التي سيجري فيها بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية، الأمر الذي سيخلق شرخا بين المنطقة الشرقية من القدس والضفة الغربية، وسيواصل عزل القدس الذي يبدأ في الجنوب ويمتد إلى الشمال مرورا بالغرب. وتمثل هذه النقاط الزرقاء التي ترونها في الخارطة مستوطنات قائمة أو مستوطنات مخطط لها، وتشكل المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولذا لا يعترف الاتحاد الأوروبي وشركائه ذوي التفكير المماثل بمشروعيتها. فهذه أرض محتلة، وإذا ما توصل البناء الاستيطاني فإنه سيقوض فعليا فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية. ولهذا السبب أتينا هنا، أتينا للتعبير عن رفضنا ومعارضتنا الشديدة لهذه الأمور وللتأكيد على تضامننا مع القضية الفلسطينية. وإذا كان بالإمكان وضع تصور بحيث يكون حل الدولتين أمرا يتفق الطرفان فيه على حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، فهذا يبرر وجودنا هنا. Has to be possible. And that's the reason why we're here.